هلو سكس جريدرز، اليوم درسنا وراح يكون اول درس بالكيمستري او بماده الكيمستري ضمن الساينس كوريكولوم اللي احنا عم ناخده اللي هي الكلاسيفيكيشن اوف ماتر. ببدايه الدرس راح نبلش بالكلاسيفيكيشن اوف ماتر ثيوريتيكالي، يعني بالنظر كيف هي كلاسيفايد، وبعدين ندرس كل كلاسيفيكيشن لحاله. الماتر او اي ماده از كلاسيفايد انتو بيور سبستانس، ماده نقيه، او ميكتشر. لما نقول ميكتشر يعني هي مزيج، خليط من عده مواد مع بعض، ما بيكونوا بنات كيميكال رياكشن بس، ولكن بيكونوا مخلوطين او موجودين مع بعض بنفس السولوشن او بنفس الكونتينر. نيجي للبيور سبستانس، هي it is classified into two substances أو لتو كاينز، اللي هن الإليمنت العنصر الواحد والكمباوند. إذن بشكل عام الماتر is classified into pure substance and mixtures. The pure substance is classified into element and compound. هلا بدنا نعرف شو قصدنا بالelement، بالcompound وبالmixture. مثل ما شايفين هون عندي table، comparative table، بقدر عم بميز فيه بين الelements، بين الcompounds وبين المixtures. What do you mean by elements, by compounds or by mixtures؟ هنبلش أول شيء بالdefinition. الelements هن made up of type of atom، يعني one type of atom، هن مصنوعين من نوع واحد من الذرات اللي هي the smallest entity. فإذا لما نشوف نحن أي رسمة لأي chemical substance كلها من لون واحد ونفس الشكل، اذا هيدي بنسميها هيدي السبستانس بتكون عباره عن اليمنت عنصر. مثلا حنعطي اكزامبل، هون انا عندي الايرون الحديد، هيدا الحديد هون انا رسمت بشكل عام ذرات الحديد او الاتومز اوف ايرون اللي هو الرمز لإلى اف اي، ذيس از ايرون. فبنشوف انه كل الاتومز مثل بعض، فبنقول الايرون It is an element، لأنه مش متفاعل مع أي مادة تاني، هو موجود لحاله as atoms ومؤلف من one kind of atom. إذن هيدا هو الelements. أما الcompounds are made of two or more different elements، هني بيكونوا عبارة عن اثنين أو أكتر من elements، ولكن شو مالن bonded together، يعني في chemical reaction بيناتن فعاملين رابط بين بعض. وطبعا الصورة بيكون فيها أكتر من color واحد، من لون واحد، بيكون فيها two colors or more. هنأتي example، هيدا example هو الwater، المي. الواتر مثل ما نحن شايفين بتتألف من one atom of oxygen and two atoms of hydrogen، بس they are bonded together، موصولين مع بعض، فعملوا compound سميناه الواتر اللي هو H2O، يعني two atoms of hydrogen bonded together chemically with one atom of oxygen. لما يكون عندي اي سبستانس نشوفها مؤلفه من اثنين او مور ديفرنت اليمنتس الالوان مختلفين وبوندد توجذر كيميكالي، سو ات از ا كومباوند. الميكتشرز اللي هن المزيج ار ميد اب اوف تو اور مور اليمنتس، ممكن يكونوا اليمنتس اثنين مع بعض بس ولكن زي ار نوت كيميكالي كومباوند، يعني بوندد، يعني هن مش متفاعلين مع بعض بس كانه خلطين مع بعض، أو ممكن يكونوا compounds مع بعض أو compound مع element. أعطينا example هون، حنأتي هذا example هو عبارة عن الاير، الهواء. الهواء it is a mixture، من شو مصنوع؟ طلع مصنوع من غاز اسمه الكربون دايوكسيد، هذا CO2، مصنوع من غاز نيتروجين، الأرجون، الأكسجين، CH4. فإذن إذا منشوف هون عندي مزيج من عدة غازز مع بعض، كل واحد لحاله، هني مش مرتبطين مع بعض وما عم يتفاعلوا. فإذا لما يكون كل واحد لحاله بهالطريقة منقول this is a mixture. وبطبيعة الأحوال ممكن الميكتشرز مثل ما قلنا يكون عبارة عن two elements مع بعض، ممكن يكون عبارة عن compounds و elements محطوطين بنفس المكان فعملوا الميكتشر.
لاحظوا هون رح ناخد تطبيق دغري على الكلاسيفيكيشن اوف ماتر. شو عم بيقول لي؟ عم بيقول لي كلاسيفاي كل واحدة منهم، هل هن كومباوند ميكتشر او ميكتشر اوف كومباوندز او ميكتشر اوف اليمنتس اند كومباوندز او ميكتشر اوف اليمنتس لحالهم، ونعمل سيركل اي سيركل اول ايمجز ذات ماي بي كلاسيفايد از بيور سبستانس. ونحن بنعرف مين هن البيور سبستانس؟ البيور سبستانس هن الاليمنتس والكومباوند. يعني لما يطلع عندي اي اليمنت او اي كومباوند لازم اعمل عليهم سيركل. حتى نبلش نعمل سولفينج رح نكبرها ونبلش بوحده وحده. بنشوف باول دوكيومنت مثل ما نحن شايفين هون، ناخذ واحد منهم مؤلف من 3 اتومز، بس هل الثلاثه اتومز نفس اللون؟ اذا لا، عندي تنتين بيض اذا هدول فور سيم اليمنت، وعندي وحده زرقاء هيدي اتوم من اليمنت ثاني بس دي ار بوندد توجذر وكلياتهم نفس الشيء، سو ات از ا كومباوند. اذا بكتب كومباوند. حتى نبلش بتاني واحدة، طلعوا هلا هون كل اتوم بيضة لحالة، اذا this is an element، ومنشوف كل واحدة زهر او pink كمان لحالة كمان element، بس هل هدول ال elements هل bonded together؟ no، so it is not a compound. ولما يكون عندي اكتر من substance موجودة مع بعض and they are not chemically bonded so it is a mixture. اذا بكتب ميكتشر، نعلي هيدي ونكبرها، نبلش هون. لاحظوا هون عندي H2O هذا كومباوند، H2O كومباوند لاحظوا، وكمان هون عندي إليمنت لحالة وهون إليمنت تاني لحالة وهون الكومباوند تاني لحالة، اذا عندي 2 types of compounds و 2 types of elements موجودين ومخلوطين مع بعض، so it is a mixture. بس a mixture of what؟ هون عم بقول حددوا mixture of elements mixture of compounds على الحال ولا mixture of elements and compounds، هيدي mixture of elements and compounds. اذا بكتب mixture of elements and compounds. هون كمان نحنا خربطنا هون بس نزيدها مش خربطنا، هي هيدي mixture of mean اللي فوقها of elements، عندي 2 elements مع بعض. حتى نشوف رابع واحدة، رابع واحدة هيني عندي atoms of same element نفس اللون، اذا هيدا element. الخامسة هيدا compound ال H2O وهيدا compound، في 2 compounds مخلوطين مع بعض so it is a mixture of compounds. اذا mixture of compounds. نكبر اخر شيء السادس والسابعة والثامنة حتى نشوف شو القصة هون. بالسادس بنشوف this is a compound this is an element 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 so it is a mixture of compounds and element. اذا mixture of compound واحد and elements عندي 2 elements هون. اللي بعده اذا بنشوف هيدا كومباوند وهيدا كومباوند وهيدا كومباوند، اذا هدول هل عندي هون اليمنتس مع بعض؟ لا، وهدول ميكتشر، اذا ميكتشر اوف كومباوندز سو ذس از ا ميكتشر اوف كومباوندز. نشوف اللي بعده، هون عندي اليمنت compound 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 element is a mixture of elements and compounds، عندي اكثر من element واكثر من compound، اذا mixture of elements and compounds. اوكي فنصغيرها نرجع بهالطريقه بنكون عملنا كلاسيفيكيشن للمتر او للصور يلي كانوا عاطيني اياهن هون بهيدا الابلكيشن. هون رح نشوف كمان ابلكيشن تاني طالب مني اعمل كلاسيفيكيشن لهدول
السبستانسز يلي عطيني اياهن into elements, compounds and mixtures. كرمال اسهل الكلاسيفيكيشن رح ارقي من this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. حتى نشوف حنبلش باول واحدة number 1 منشوف انا عندي compound هون two elements مع بعض بس same element two atoms of same element this is a compound and this is an element alone so compound مع element it is a mixture so بكتب هون number one ضمن المكتشرز number two نفس الشيء هون عندي compound وهون عندي element لحاله اذا كمان number two it is a mixture منكفي هون لا number three هون إذا بلاحظ هذا compound وهون شو عندي عندي element لحاله إذا number 3 كمان it is a mixture باجي على 4 عندي compound مكرر مع بعض إذا this is a compound so number 4 it is a compound number 5 كمان compound so 5 نبلش بسيكس هون compound بcompound إذن so this is كمان a mixture إذن number 6 it is a mixture of two compounds مع بعض number 8 كمان عندي هون compound وcompound إذن it is a mixture of two compounds مع بعض so number 8 نيجي على number 9 عندي كل اتوم لحاله ونفس اللون so it is an element this is 9 10 اذا بتلاحظوا هيدا compound نفسه هون نفسه هون بس ولكن في معاه هون element so it is a mixture اذا this is number 10 اخر شيء هيدا هون بتلاحظوا نفس compound هي هذا compound وهذا compound وهذا compound نفس compound so it is a compound It is 11. So هلا I will assign the homework. الهومورك انكم تعبوا هيدا الفورم تعملوه على الدفتر definition لـ element وبترسموا two examples لـ elements definition لـ mixture مع رسم two examples لإله و definition لـ compound مع رسم two examples لإله مثل اللي أخذناهن. So حيكون هيدا this is the first homework.